ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي يعني المنافقين يلمزونك في الصدقة أي يعيبونك. والهمز واللمز متقاربان، واللمز يكون بالعين وأحيانا يكون بالكلام، ومنهم من يلمزك في الصدقات، وذلك أن هؤلاء همهم الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى أشحة عليكم أشحة على الخير، هم يريدون هذه الدنيا. فالصدقات إذا أعطيت لهم فرحوا بها، وإن أعطيت لغيرهم صاروا يلمزون ويطعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويبين الله حالهم سبحانه وتعالى. فقال ومنهم أي يا محمد من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، رضاهم وسخطهم على الدنيا، على الدنيا، تعطيهم من الدنيا يرضون، ما تعطيهم من الدنيا يسخطون. وسخطهم هذا عبارة عن لمز وهمز، أي يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعطيهم وإنما يعطي من لا يستحق صلوات ربي وسلامه عليه.